واش داك الحب تحول لحقد ولا كيفاش؟ ما عرفتش، بقيت على داك الروتين، مرة نلاقيه ومرة لا، ودابا داز شحال وما شفته وما كنجاوبوش على التليفون، حيت مشغولة بواحد العملية وكنخطط ليها ومهبلاني. واليوم في العشية جمعت جميع العناصر المافيا ومن بينهم البوس، وبركت كنشرح ليهم على العملية اللي غادي نديرو. سامي قال واو تبارك الله عليك، وهو يقول البوس احسن حاجه هي من اللي خدمتي معانا. قالت فردوس انتي تحفه، وهو يقول سامي راه النهار اللي دخلت عندنا للريستو باش تخدم في غسيل لواني باسم رونق، البنت الحنينه الظريفه البريئه اللي كانت عاشقه شاب من قلبها وهو رافضها وكانت مهزومه ومنكسره، ولكن هادشي ما غطاش على الذكاء ديالها. عاقله فردوس قلتها لك؟ قلت لي سكوت سكوت، ما لقيتي ما تذكر في هاد الساعة غير ديك الاسم المشؤوم. يا لطيف اسم رونق هو أكره اسم عندي، وخا بابا اللي سماه ليا، ولكن من نهار تسميت بداك الاسم وأنا كنت دل ونتعاني وكنت عدب، من نهار ولا اسمي مايا وأنا الفوق. البوس قال وعاد من اللي زدت ودرتك بلاست بنتي روزي، عمر شي حد غادي يشك فيك. وأنا نقول يلا نوضوا تدردبوا عليا خليوني نرتاح. سامي قال راه عمري ما شفت شي وحده بحالك، ماشي كتلمح كتجي فاس. قلت نوض الدردب مع الدروج. خرجوا كاملين ومشيت معاهم حتى لباب الجرده، وصلتهم وانا راجعه لقيت سفيان واقف كله كيترعد وعينيه حمر ودموعه هابطين، وغير شافني وجا جهتي بالزربه عرفته سمع كل شي وعرف انني هي مايا وانا هي رونق اللي كان كيكرهها، ولكن عادي. ومن بعد يعاود لراسو. مشيت لعندو بخطوات متوازنة، قلت له سي سفيان او لا سي امير حسن اش خبارك؟ قال لي وهو معصب رونق يا رونق انتي خرج منك قاع هادشي، رونق الدرويشة اللي كنتي كتخافي من كلب الجيران ملي كينبح وتجي تخبي حدايا، وليتي اكبر مافيوزية في البلاد. قلت له وملي عرفتيني كنخاف من صوت الكلب وكنت حامى فيك حميتيني ياك؟ ياك كنتي ديما كتسخرني وإلا ما بغيتش كتهددني أنك غديني لعندو. قال سفيان علاش درتي هكا؟ اش كان خاصك معانا؟ غوت عليه وقلت اسكت ما ترفع صوتك، أنا مايا ماشي رونق. بغيتي تعرف اش كان خاصني؟ كان خاصني الحب، وكان خاصني الحنان والأمان والدفء للعائلة، كان خاصني انت. انت كنتمنى غير تشوف فيا، ولكن انت كنتي متكبر ورافع راسك للسما. بغيت غير نفهم علاش رجعتي لحياتي؟ ياك نسيتك علاش جيتي؟ هو يقول سفيان ما كاين حتى شي مبرر في الدنيا يخليك تولي مافيوزية ومطلوبة العدالة. قلت له ياك سبحان الله كتعرف تحاسب، وملي هكذا علاش ما حاسبتيش راسك نهار جرحتيني وقلتي عليا كحلة وخيبة وكنخلع؟ وهو يقول راه ندمت وقلبت عليك ولكن ما لقيتكش. قلت له وشنو كنتي باغي بيا؟ وهو يقول بغيت نعتذر منك. قلت ليه اعتذارك مرفوض ودابا برا. وهو يقول ما خارجش من هنا حتى نعرف علاش دخلتي للمافيا. قلت لي وإلا ما بغيتش نقول؟ قال وإلا ما بغيتيش تهضري غادي نمشي نقولها لماماك وهي عارفة كيفاش غادي تخوي ليك المزيودة. قلت لي شماتة ديما استغلالي وغتبقى هكا. وهو يقول رونق جمعي فمك. وانا نقول ماشي رونق مايا، مايا هادي انا مايا. وهو يقول انتي رونق وبزاف منك فهمتي، وهادشي اللي كديريه غادي يخرج عليك راه ما دايمش وغادي يدمرك وهاد الخدمة ما تصلحش ليك. قلت ليه هاد الخدمة هي اللي هزاتني مورا ما لحتيني. وهو يقول انا عمري لحتك. قلت لحتيني؟ قلتي عليا كحلة وما نصلحش ليك، انا كحلة وخيبة وبسبابك كرهت نشوف راسي في المرايا، بسبابك كرهت قاع الرجال، انت اللي جاي كتحاسبني. فين كنتي نهار ماما تبوشا ليها عرق في راسها وقالوا لي يا تجيبي 12 مليون يا الله يرحم ماماك؟ كتعرف غير تحاسب،
فين كنتي فاش كنت كنلقط من ورا الكليان اللي في الريستو الماكله اللي شايطه عليهم باش نوفر لماما فلوس الدواء؟ كنتي مفتح مع راسك وعايش الحياه، وحتى وقفت على رجلي عاد جايك تعواج وتقول لي يا حق الخدمه مع المافيا ما مزياناش، وانت مزيان اللي خليتيني نبني احلام ونتسنى كل نهار امتى غدا نتزوج بيه، وفي الاخر نتصدم بانني انا اكره وحده في حياتك. انت مزيان اللي كنتي كتعاملني كيف شي عبده عندك. قال سفيان رونق راه كنت مازال صغير وطايش وغار لي الشيطان، سمحي لي الله يحفظك. قلت لي سير عند رونق اللي قتلتي تسمح لي، انا ما كنعرفش نسمح، انا كنعرف غير نقتل ونحرق وندمر. وهو يقول شوفي اعطيني المعلومات على المافيا اللي خدامه معاهم نشدهم ونخرجك براءة. غوت عليه بأعلى صوتي قلت كلب ما كفاكش استغلتيني في صغري، باغي تستغلني حتى في كبري، خرج عليا، انت انسان استغلالي. انا عاد فهمت علاش تقربتي مني، باغي تطلع قراد على ظهري. وهو يقول خليني نكمل راكي فاهمه الموضوع غلط، خليني نكمل راكي فاهمه غلط. قلت شنو اشنو اللي فاهمه غلط؟ راه باينه اللعمه، باغي تستغلني كيف ما كنتي كتستغلني في صغري، ولكن والله لا كانت ليك جاي عندي بسميه مزوره باش تكذب عليا، ولكن عقت بيك، ربي كبير وتفضحتي نهار مات باباك، شفتك وتما فهمت اللعبه. وهو يقول انتي ما فاهمه والو، راه من نهار مشيتي وانا اللور عاد عرفت قيمتك، كرهت كاع البنات وكرهت الدنيا وكرهت حياتي، عاد عرفت النعمة اللي ضيعت من ايدي، وحاولت نقلب عليك ولكن والو، ومن اللي ما لقيتكش دخلت البوليس. اما على سميتي اللي تبدلات، كانت عندي مهمة سرية وكان خاصني ضروري نبدل سميتي، وفعلا بدلتها ودرت عملية حيت تقص في وجهي في واحد العملية، داكشي علاش اضطريت ندير عمليات تجميل باش نغطي التشوه اللي ولا عندي. ومن اللي رجعت بغاو يرجعوا لي سميتي، ولكن رفضت حيت فيما كيعيط لي شي واحد سفيان كيجي في ودني غير صوتك. وانا نقول اوف هاد الشي عندك مؤثر، الا ساليتي برا. وهو يقول رونق راه كنبغيك والله حتى كنموت عليك. قلت ضحكتيني، قول والله. بدا كيقرب وهو يقول والله حتى كنموت عليك وكان حماق عليك. دفعت وقلت انا ما كنحملش البويض، كيعجبوني الكحل الخايبين بحالي. وهو يقول عافاكي ما ديريش هكا. جبت سلاح وقلت يا تخرج يا غدا نقتلك. ثم خارج وقال هانا غادي، ولكن راكي غدا تندمي. قلت ليه بيناتنا الحبس حبي. وهو يقول راكي غدا تحتاجيني وما غتلاقينيش. قلت احتاجيتك شحال هادي وكنتي نقطة قوتي وما لقيتكش، دابا عاد غنحتاجك ملي ما كتسوى في حياتي والو. قال ديري عقلك رونق. دفعته وسديت الباب نمشي عند سفيان. قال من نهار عرفت روسي وانا فرحان وليت واحد اخر، كنحس معاها بالفرحه والراحه اللي عمري ما حسيتها مع شي وحده اخرى، وليت مدمن عليها ما نقدرش ندوز نهار بلا بيها، كنا غاديين مزيانين حتى للنهار اللي مات فيه الوالد ديالي الله يرحمه. من هذاك النهار ما عرفتش علاش ملي كنقول مع راسي انا بقيت بوحدي في هاد الدنيا كتجي في بالي فاش كنكره العالم كتبان صورتها حدايا، كنت كنتالم لانها ماشي في جنبي وتمنيتها كون كانت حدايا حيت غير ضحكتها كتنسيني الدنيا. دازوا الايام وبلا بيها كنت كنحس باللي راني مخنوق ناقصاني شي حاجه، واكتشفت انني كنبغيها. فرحت بزاف رغم عالم الأحزان اللي كنت فيه، وقررت ملي نرجع نصارحها بحبي ليها ونطلب إيدها، ولكن سرعان ما تحطمت أحلامي. نهار رجعت حيت روزي تبدلات عليا بزاف، ما بقاتش كتهتم بيا أو لا كتخرج معايا، كتعاملني ببرود لدرجة أنني حسيت بيها ما بقاتش حاملاني. صبرت وقلت يمكن فترة وغادة تفوت، ولكن إهمالها وعدم اهتمامها وبعدها غادي وكيكبر. حاولت نعطيها فرصة ولكن والو،
عييت وقررت نمشي نواجهها. ركبت في الطوموبيل واتجهت لدارها. دقيت وحل لي العزاز، ومعمول لف نمشي لعندها خلاني ندخل. ومع الدخلة وقفت وانا انتصدم صدمة عمري، روزي من المافيا. تاني صدمة روزي هي مايا، وتالت صدمة واللي عمري ما نويتها، مايا نفسها هي رونق. دابا عاد فهمت علاش شفتها نهار كان سليم سلاح، وعلى سيف الدين اللي غبر ليه الأثر. وعاد فهمت كيفاش سيف الدين غبر ليه الأثر. صراحة تعصبت علاش دارت هكا، ولكن ملي سمعت منها لمت راسي حيت فرطت فيها، وحتى هي كانت هاملة راسها. شوف دابا شحال ولات زوينة وكيوت وكتلبس على الموضة وكتهتم بإطلالاتها. ولكن أنا المدني في هادشي بسبابي خرجت لها الدومين. كون تزوجت بيها كل راها معززة مكرمة، ولكن وقررت أنني غادي نخرجها من هاد المستنقع ونحميها بكل ما في جهدي ونتزوج بيها. وعند مايا فقت هاد الصباح ودوشت ولبست عليا وقديت شغلي وجدت راسي على قبل العملية، ولكن ما غيرت حتى شي حاجة من الخطة حيت عارفة باللي سفيان مستحيل يبيع بيا. خرجت ولقيت سامي كيتسنى، وحيت العملية كبيرة اللي عبارة على استلام كمية هائلة من الأسلحة وتسليم نوع آخر في نفس الوقت وفترة جد قليلة، غيكون التسليم في المهرسة وتما كتكون الشرطة قريبة لينا. كان لازم نحضر أنا وسامي شخصيا على قبل المهمة. قلت له واجد، وهو يقول سامي واجد، ولكن ما عرفتش علاش كنحس باللي شي حاجة غدا تجرى. وانا نقول ايش هاد الهضرة ديال المسلسلات؟ قال شوفي راكي اختي وكتار من اختي اللي ماتت وما نبغيش نخسرك. قلت له ما غادي نمشي وغير فين ما مشانا الله. مشينا للمرسى وتكلفت بالتصدير وسامي تكلف بالاستلام. دازت المهمة على خير ورجعت للدار، ومع الدخلة لقيت سفيان كيتسناني. قلت لي جاي باش تشدني، وهو يقول كون بغيت نديرها كون درتها الصباحة مايا، بليز سمعيني. قلت ما عنديش ليك الوقت، وهو يقول رونق والله حتى كنبغيك وباغي نتزوج بيك. قلت وانا كنكرهك وباغي نقتلك. قال لي قتليني وارتاحي وريحيني. قلت خرج عليا تحنا على ركابيه. وقال عافاك وافقي تزوجي بيا. وانا نقول نود راطرو فيك الافلام، انا راني ماشي من دوك المونيكات اللي كنتي كتشد في الدروبه، راه كنت كنشوفك وكنت تحرق ونسكت ليك. وهو يقول رونق سمحي لي وخلينا نفذو وصيه والدينا. وانا نقول وفين كانت هاد الوصيه فاش رفضتيني وحرقتي قلبي؟ حتى داز لي داز عاد جاي كتخربق عليا، واش حساب لك راني متيقاك باللي كتبغيني؟ راك غالط، راني عارفك باغي غير تاخد المعلومات مني باش طلع قراد، ولكن والله لكانت ليك. قال انا ما كنتش عارفك من المافيا حتى البارح، وانا ما باغيش نستغلك وغنتبت ليك هادشي. قلت اوكي يلا من هنا لتما ما نشوفش كمارتك. خرج وانا مشيت ارتاح. وعند سفيان قال خرجت مكسور وفاقد الأمل من عند رونق. مشيت للدار ونعست، وفي الصباح فقت على التليفون كيصوني. قلت ألو ياك لاباس؟ قال عصام قلت لي خدام معايا. ألو مونشا، لقيت دليل ضد مايا، هادي هي اللي خرى ليها. قلت له فين لقيتيه؟ وهو يقول كنت كنفرغ في الكاميرات ديال الباطو، وقعت حداها جريمة قتل وانا نلقاها هذا السلاح. قلت لي شكون شاف الفيديوهات من غيرك؟ وهو يقول غير انا بوحدي. قلت لي خليه عندك وما توريه حتى لشي واحد، غادي نلبس ونجي عندك الكوميساري. وهو يقول لا راني في الدار. قلت صافي يلا شويه وانا عندك. نط كنجري ولبست وخرجت ديري كتل الدار ديال عصام.
دقيت وحل لي الباب. قال مرحبا الشاف. قلت له شكرا، فين الفيديو؟ قال ها هو، وهز البيسي وخدم الفيديو. قال الفيديو كيحتوي على عملية استلام الأسلحة وشحنه في الشاحنات. قلت عصام، احنا خوت قبل ما نكونوا صحاب وخدامين مع بعضياتنا. قال الله ودي، وانا نقول هاد الفيديو دير عمرك ما شفتيه. قال ما فهمتش، وانا نقول هاد الفيديو بغيتو يتمسح ليه الاثار. قال لي علاش؟ حيت مايا هي رونق اللي كنت رافض نتزوج بها، ونفسها هي روزي البنت اللي كنبغيها. قال كيفاش؟ وانا نقول كيف ما سمعت. عاودت ليه كل شيء، وهو يقول دابا مايا هي روزي، هي رونق، ورونق هي مافيوزية، ورونق المافيوزية اللي كنقلبوا عليها اللي انت رفضتي تزوجي بها، وليني هي روزي اللي كتبغيها. اوف تلفت. قلت له شوف، هاد الفيديو غادي نهدد به مايا باش تخرج من هاد الطريق اللي هي فيها وباش تبعد على هاد المافيا. وهو يقول انا معاك باش نعاونك في اي حاجه، انت راك خويا. وانا نقول له لا يخطيك عشيري. قال هذا واجب. خرجت من عند عصام واتجهت لعند البوس مايا. دخلت لقيت سكرتيره وقلت صباح النور. قالت صباح الخير، فاش نقدر نعاونك؟ قلت ليها بغيت سي برادة. قالت عندك رونديفو؟ قلت لا، ولكن قولي ليه سي العميد أمير بغاك في شي موضوع مهم. قالت دقيقة شوية، وجات وقالت مرحبا سيدي تفضل. شكرتها ودخلت عنده، لقيته جالس في المكتب ديالو الفخم. قال أهلا بسي أمير، مرحبا بك. قلت ترحب بك الجنة. وهو يقول كاين ما نقدر؟ قلت له صراحة سهلتي عليا الطريق، جيت على قبل روزي بنتك، قصدي اللي درتي ليها عملية التجميل ورديتيها في بلاصة بنتك، ولا كنقصد مايا الزعيمة ديال المافيا ديالك اللي هي رونق البنت البريئة اللي رديتوها مجرمة. لونه تبدل ولكن حاول ما يبينش. وهو يقول ما فهمتش اش كتقصد. قلت له واش ممكن تعطيني البيسي ديالك ونفهمك؟ مدول هي وقال اكيد. درت الفيديو وقلت له تفرج. بقى كيتفرج في مايا كتنقل السلاح. وهو يقول واش من علاقة عندي بهذا الشيء؟ قلت راه الى تشدات مايا غدا تعترف عليك، وانت عارف انه مايا هي نفسها رونق اللي هي روزي بنتك، وبمجرد ما تشد غدا تحول، غادي تولي انت مصدر شبهات، وبالتالي غادي يتعاد النظر في رزقك وكاع ممتلكاتك. قال مايا اللي عودات لك هاد الشيء؟ وانا نقول انت عارف وانا عارف ان مايا ما تديرهاش، ولكن انا سمعتكم نهار كنتو كتتفقوا على العمليه. وعاودت ليه شنو قالوا. وهو يقول والمطلوب؟ قلت تخرج مايا من المافيا. قال هاد الشيء اللي كتطلبه صعيب. وانا نقول في الحالتين غدا تخرج، يا اما غدا تخرج بلا فوضى، يا ندفع هاد الفيديو وانت عارف شنو غادي يبقى. المهم العشيه نرجع ونلقى عندك الجواب. وهاد الفيديو خليه عندك حيت انا باقي عندي البديل. خرجت وخليته بلاكا واتجهت لعند مايا. وصلت وقال لا منع عليا نحل ليك. وانا نقول حل معاك البوليس ولا غادي نديك تبرد. حل ليا ودخلت كنجري ولقيت مايا كتفطر ولابسه حوايج الدار. وانا نقول واش حتى حوايج الدار كحل؟ وهي تقول قول لي انت اش كدير هنا؟ قلت ليها جيت باش نشوفك، بدات كتغوت وكتقول لي خرج عليا. وانا نقول ما جايش لعندك، وبديت كنعيط على خالتي زينب. قالت راها خرجات يلا برا. وانا نقول رونق جلسي وتبتي وسمعيني مزيان، انتي قلتي انا بغيت غير نطلع على ظهرك جراند، ووعدتك غادي نجيب الدليل باش نثبت انني كنبغيك، وهنا جبته. حطيت الطابلات قبالتها وبقات كتتفرج وعينيها خرجوا. وهي تقول صورتيني بالعاني.
قلت باقة زيدة فيه، وجبت التسجيل للمكالمة بيني وبين عزها وسمعتها ليها. سمعت كل شيء وبقات غير ساكتة وانا نقول انتي عارفة انني انا كنبغيك، وإلا ما كنتيش غدا تكملي عمليتك كيف ما خططت، رغم انني سمعت كل شيء، وكون كان هدفي الكراد كل راني لقيت عليك القبض ديك الساعة. وهاد الفيديو راه كافي، انا باغيك انتي، انا خالف ضميري حيت باغيك انتي، واحتمل الخدمة مستعد نتخلى عليها غير وافقي تزوجي بيا. نمشيو عند البوس اللي مورا ما شاف الفيديو وعيط على سامي وجل عنده. قال سامي نعم سيدي ياك لاباس، وهو يقول البوس راه مصيبة وقعنا فيها. قال سامي خير، وهو يقول له البوس واش كنقول لك مصيبة تقول لي خير، واش كتضحك عليا؟ قال سامي اتهدن وقول لي شنو عندك. قال البوس مايا صورتها الكاميرا كتستلم السلاح. سامي قال كيفاش؟ وهو يقول البوس كيف ما سمعتي، ورجع عندي العميد وقال لي انه غادي يخفي الفيديو والمقابل مايا تخرج من المافيا. سامي قال وشنو قلتي ليه؟ وهو يقول البوس ما قلت له والو، وهذا الشيء الا سمعوه شركائنا غادي يصفيو مايا، وانا ما نبغيش نغامر بيها، هاد البنت راه بنتي، والعميد اكيد ما عندوش غير فيديو واحد، اكيد عنده فيديوهات، ويعلم الله شحال من واحد شاف الفيديو، يعني واخا نصفيو غيطلع لينا واحد اخر، وما عنديش خيار اخر. الا تشدات مايا غدا تولي مشبوهه، وانا ما باغي صداع مع الحكومه، هي بنت نادرا ما تلقى بحالها، وانا ما باغيش نغامر براسي. وهو يقول له سامي سيدي واش نهضر؟ قال البوس طلقنا. وهو يقول سامي راه ماشي غير مايا اللي خاصها تحبس، كلنا خاصنا نحبسو، راه بسبب المافيا خسرتي مراتك وبنتك ودرتي تروى ما تكملهاش حتى العافية، ولكن لمن راه خاصك تشوف حياتك، وانا خسرت حبيبتي واختي بسبب هاد الخدمة. بالصح كانت الظروف اللي خلاتنا ندخلوا لهاد الدومين، ولكن باركة خاصنا نبعدو من هاد العالم. البوس بقى كيفكر، ومن بعد سكات طويل وهو يقول عندك الحق ولدي، راه كلامك كله صح، من اليوم انت وفردوس ومايا حرين، وانا غادي نهدر مع المنظمة باش نعلن انسحابي. سامي قال الله يعاونك، راه باقي حاجة اخرى. وهو يقول له سامي كنطلب من الله يعاونك، ولكن باقي حاجة اخرى. قال البوس اللي هي؟ قال له سامي بغيت نخطف فردوس، ولكن هي مقطوعة من شجرة، وقلت ما لقاش حسن منك نخطبها من عنده. قال هذاك هو النهار الكبير، ربي حرمني من بنتي وعوضني بيكم. وهو يقول سامي انت بانا قبل ما تكون البوس ديالنا. نرجعوا لعند سفيان، رونق بقات ساكتة واحد المدة وهما ينزلوا ليها الدموع وحنا تراسها الأرض، وهي تقول راه من نهار قلتي لي انني كحله وخايبه، وانا كنكره راسي وما كنحملش نشوف راسي في المرايه، وحتى من حياتي ولباسي رديته كله كحل، كرهت العالم وعييت نقنع راسي باللي نسيتك، ولكن ما قدرتش، عمري ما بغيت شي واحد من غيرك، وحتى نهار لقيت امير وتعلقت بشخصيته وصدقتي انت هو نفسك امير، رجعت بغيتك المرة الثانية، ولكن هاد المرة كنحاول نقصح قلبي باش ما تغدرنيش مرة أخرى. هو يقول سفيان شوفي رونق راه كنبغيك وكنموت عليك. قالت عارفة ولكن خايفة، خايفاك تسمح فيا تاني، راه انت ما عارفش شحال تعذبت المرة اللي فاتت، تكرفصت وجعت وتهانيت ودليت، وعاشرت الشمكارة ومساخيط الوالدين والسراقة والمافيا والقتالة، راه أنا براسي كرهت هاد الحياة،
وبغيت ولد الناس اللي يبغيني ويصوني ويبعدني على هاد العالم اللي أنا فيه. وهو يقول سفيان: إيوا أشبال ليك نكون أنا هو هاد تعيس الحظ. ضرباته الكتف وقالت: إياك تعيس. قال ضحك وقال: لا سعيد. وهي تقول: وأنا قابلة، ولكن كيفاش غادي ندير مع البوس؟ قال ليها سفيان: راني تكلفت. وعاود ليها على داكشي اللي داز بينو وبين البوس. وهي تقول: وفوقاش غادي تجي تخطبني؟ في العشية غادي نجي ونقولوا لخالتي باللي تلاقينا صدفة. ومن اللي هضرنا قررنا ننفذ وصية والدينا. قالت: أوكي يلا خرج حتى بالليل وآجي. خرج سفيان وأنا بقيت كنطير بالفرحة. شوية التليفون كيصوني، كان سامي اللي قال لي باللي البوس قرر يلغي النشاط ديالو وأنه غادي يخطب فردوس. قطعت مع سامي واتصلت بالبوس اللي كان طول هاد المدة كيعاملني بحال بنتو، وقلت له باللي خطبتي هاد الليلة وباللي بغيتو يكون مكان الأب ديالي الله يرحمه. وافق وعلمني أنه غادي يشوفني بالليل. جات لعندي فردوس باش توجد راسها حتى هي، حيت غادي يخطبها سامي من عند ماما والبوس. قلت لماما باللي أنا وسفيان بغينا نحقو وصية بابا الله يرحمه. فرحات مسكينة وشبعات صغاري تبكى، وكملاتها من اللي عرفات حتى فردوس غدا تزوج بسامي اللي كتحسبهم بحال ولادها. المهم خلينا ماما تتكلف بالتجهيزات، ومشينا أنا وفردوس لصالون التجميل. رجعنا وتعرضات لينا ماما بصلاة وسلام وتزغرهت وكتقول: الله يخلي لي بنياتي، حمدتك يا ربي وشكرتك اللي طولتي لي في عمري حتى نشوف بنياتي عريصات. جاو العرسان ودخلوا جلسوا، وهو يشوفني سفيان وقال: تاني لك حل لابسة حتى نهار الخطبة. خنزرت فيه وقلت: ماشي سوقك، اللبس اللي عجبني. وهي تقول له: ماما ما تديش عليها ولدي راه كيعجبها. قال: شوفي انا شرطي الوحيد هو ما تلبسي كحل ما تشريه ما تدوريش به. وهي تقول لي: يا ماما الله يرضى عليك بنتي لما بدي. مشيت بدلت ورجعت، شاف فيا سفيان وهو يقول: وشفتي دابا شحال جيتي تيتيزا. ركبنا الخواتم وهو يقول: دازت الخطبة وتفاهموا على العرس من بعد شهر. الشهر اللي داز غير في الدوران من محل للتاني، وجا نهار العرس وداز عرس أسطوري. وجا نهار العرس وكان عرس أسطوري، شرف عليه البوس شخصيا، دار لينا عرس ولا في الأحلام. كان عرس واعر، وغير كملناه وإحنا نتاجهو الوطيل اللي كان محجوز لينا وفي الصباح فطرنا وتوادعنا مع العائلة، وكل واحد شد طيارة. إحنا مشينا لجزر الكناري، وسامي وفردوس مشاو لأستراليا وما رجعوا حتى جابوا معاهم ضيف صغير. أما أنا وحبيبي قررنا باقي شوية حتى نرتبوا شي أمه، من بينها أنني تبرعت بجميع أموالي الميتة. بغيت نربي ولادي بالحلال، ودرت مشروع اللي كان عبارة على صالون تجميل. أما حبيبي سفيان مقابل خدمته وعاد بكفاءته طلع في القراد. صراحة الله يخليه لي، ما مخليني محتاجة حتى شي حاجة. حبه ليا كيزيد يكبر نهار على نهار. الحمد لله تعذبت وعانيت، ولكن ربي ما خيبنيش، وفي الاخر تزوجت بالولد اللي حلمت بيه من صغري.